هذه مواجهة للمرة الأولى بين واشنطن وتل أبيب، سلاحها العقوبات على إحدى وحدات الجيش الإسرائيلي. كتيبة نتساح يهودا أفرغت وأفرغت ما في جعبة واشنطن من صبر بسبب انتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية. مصادر أمريكية كشفت عن احتمال أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال أيام عقوبات على الكتيبة التي توصف بالمتطرفة. لما لا يعلم ما هي كتيبة نتساح يهودا، حنان، متى تأسست ولماذا توصف بالمتطرفة؟ نادين، هذه الكتيبة لطالما كانت محور العديد من الخلافات المرتبطة بتطرف اليمين والعنف ضد الفلسطينيين، لا سيما بعد وفاة المسن عمر أسعد، وهو فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر 78 عاما. توفي بعد اعتقاله عند حاجز تفتيش تم تكبيل يديه وكمم فمه وتركه الجنود على الأرض في منتصف الليل، وبعد ساعات قليلة عثر عليه ميتا. أما بدايات نتساح يهودا فكانت بهدف تمكين المتدينين المتشددين وغيرهم من الجنود الإسرائيليين من الخدمة دون الشعور بأنهم يعرضون معتقداتهم للخطر. وكانت نتساح يهودا تعمل في الضفة الغربية وتتكون بشكل رئيسي من رجال من لحرديم وشباب لديهم آراء توصف باليمينية المتطرفة. وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، تفضل الكتيبة الرجال على النساء ويتم منحهم ميزات إضافية خاصة. شارك أعضاء الوحدة في العديد من حوادث العنف المثيرة للجدل، كذلك أدينوا في الماضي بتعذيب وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين. يقال أيضا، نادين، أن كتيبة نتساح يهودا هي الوحدة العسكرية التي تعتبر وجهة المستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي.